لا لا ثم لا 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 ثم لا إلى التقبيل لا ولا وكلنا في دافدة وكلنا في دافدة وكلنا في دافدة وكلنا في دافدة فلسطين صامدة فلسطين صامدة وغزة صامدة وغزة صامدة وكلنا في دافدة وكلنا في دافدة وكلنا في دافدة وكلنا في دافدة ولغزة صامدة ولغزة صامدة ولغزة صامدة ولغزة صامدة ويا شهيد ارتحت ويا شهيد ارتحت ويا شهيد ارتحت ويا شهيد ارتحت كلنا رمز الكفاة كلنا رمز الكفاة وكلنا رمز الكفاة وكلنا رمز الكفاة ويا شهيد ارتحت ويا شهيد ارتحت ويا شهيد ارتحت ويا شهيد ارتحت غزة رمز الكفاة غزة رمز الكفاة غزة رمز الكفاة غزة رمز الكفاة فلسطين مدينة بن سليمان. نحن في بث مباشر لننقل لكم المواطنين في مدينة بن سليمان فعلا يعبرون عن ما يخالج صدورهم فيما يخص نصرة القدس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العز والمجد والخلود لشهداء الأقصى ولشهداء غزة، الخزي والعار لهذا الكيان المحتل الغاصب ولكل من طبع معه من هذه الأنظمة العربية. اليوم الجمعة الثالثة، جمعة غضب المسلمون، خرجوا في كل بقاع العالم تنديدا بهذه الجرائم الصهيونية التي يقترفها الاحتلال يوميا في حق شعبنا في غزة وشعبنا في فلسطين. أيها الحضور الكريم، أزيد من 7000 شهيد إلى الآن، وأزيد من 18 ألف
جريح وأزيد من 100 مشرد في قطاع غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أزيد من 17 يوما وغزة محاصرة، غزة بدون ماء، غزة بدون طعام، بدون أدنى مقومات الحياة، والعالم أجمع وكل الدول العظمى من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وجميع الدول تساند هذا الكيان المحتل الغاصب. فإلى متى سيسكت هؤلاء العرب؟ إلى متى سيسكت حكام العرب ولا يساندون إخواننا في غزة الذين يبادون ويقتلون في كل لحظة شهيد، في كل ثانية شهيد؟ إلى متى هذا الصمت العربي والصمت العالمي؟ الله أكبر عاصفة. الله أكبر عاصفة. فواجبنا كمسلمين هو أن ننصر إخواننا ولو بأصواتنا. واجبنا تجاه شعبنا في غزة والدعاء. واجبنا أن نقاطع هذا الكيان المحتل. ندعوكم إن شاء الله إلى مسيرة مليونية إن شاء الله بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد. تدعوكم جماعة عدل الإحسان ومجموعة من القوى الحية في هذا البلد إلى مسيرة مليونية إن شاء الله من أجل قدسي ومن أجل غزة. ونختم إن شاء الله ونشكركم على حضوركم في هذه الوقفة الحاجزة بمدينة فلسطين. ونقرأ سورة الفاتحة ترحما على شهدائنا في غزة وشهدائنا في فلسطين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستاذ محسن شي كلمة أخرى؟ هل عندك كيس؟ هل عندك كيس؟ إزرائيل شو مشكلة؟ قربوا شوية الضوء ولا هنا؟ شو مشكلة؟ هنا وقربوا شوية الضوء؟ هو عندي عندي صافي صافي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم دائما متابعين الكرام، نحن في بث مباشر مع الأستاذ محسن. فعلا وي ولدي قتلني. سير أستاذ تفضل دابا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. اليوم الهيئة المغربية بخصوص قضايا الأمة نزلت ببلاغ جمعة الغضب الثالثة من أجل فلسطين ومن أجل الأقصى ومن أجل طرد ممثل الكيان في هذا البلد ومن أجل وقف اتفاق عيش التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. اليوم خرج أزيد من 100 مدينة من أجل القدس ومن أجل فلسطين ومن أجل غزة. ندعو الشعب المغربي ليعبر عن موقفه الرسمي من التطبيع في هذه المسيرة المليونية التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم دعم فلسطين ومناد التطبيع بالدار البيضاء يوم الأحد. إن شاء الله سنكون حاضرين يوم الأحد من أجل فلسطين ومن أجل غزة. ونقول الكيان هذه غاصب، لن نعترف بإسرائيل ولن نعترف بوحشيتكم ولن نعترف بدمائكم ولا بمخططاتكم. فالكيان الإسرائيلي إلى زوال، والنصر إن شاء الله لغزة المقاومة ولفلسطين
والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا استاذ، فعلا كانت هذه كلمه مقتضبه من استاذ محسن احد ابناء المدينه، فعلا ليعبر عن ما يخالج صدره فيما يخص نصرة فلسطين. الى هنا متابعينا الكرام استودعكم والى اللقاء بكم في فرصه قادمه ان شاء الله، دمتم بالف خير.